حياكم الله مشاهدينا ويا هلا ويا مرحبا معاي بحلقه جديده وتواصل جديد من برنامج اهل الديره. مثل ما تعودتوا على برنامج اهل الديره هو برنامج اجتماعي يتواصل معاكم كل احد وثلاثاء وخميس بقضايا اجتماعيه. القضايا الاجتماعيه اللي نناقشها هي قضايا اهل الديره، والقضايا اللي نناقشها دائما ما نحاول ان نسلط الضوء عليها من كل الجوانب. كثير من القضايا اللي ناقشناها، ولان البرنامج عمره قصير وما يعني ما صار لمده طويله، فالقضايا اللي قاعد نتبناها هي قضايا دوله وقضايا اهل الديره اللي تهمهم. دائما ما نوضح الاراء من كل الجوانب. ربما تكلمنا عن قضايا اكاديميه، قضايا رياضيه، ولكن ان نسلط الضوء على بعض القضايا التي يتناساها الاعلام او يحاول ان يتناساها، هذا هو الدور المهم اللي احنا لازم نتبناه في اهل الديره. اليوم الاعلام لم يعد حكرا على قناه معينه، والكلام اللي بنتكلم فيه هو كلام شارع الكويتي ونبض الشارع. من القضايا المهمه اللي لازم نركز عليها، وربما الجميع يعني من خلال متابعته لبرنامج اهل الديره حرص علينا ان يوصل هذه الرساله، قضايا المراه الكويتيه وعملها بالمجتمع المدني الكويتي. الكل يعلم بان المراه بدات تنافس الرجل في المجتمع الكويتي واصبحت افضل منه، مو عيب ان نقول الصدق. والكل يعلم بان المراه اصبحت تملك مراكز كثيره في المجتمع الكويتي، ومو عيب ان انا اليوم تكون مسؤولتي مديره، او حتى المسؤول عني في الوظيفه مديره تسالني وين رحت وين تاخرت، هذا اصبح شيء طبيعي. ولكن اللي مو طبيعي اللي يرفض، واللي مو طبيعي ان اللي يشوف البعض يحاول ان يقلل من عزيمه المراه ويحاول ان لا يستمع الى كلمتها وصوتها. ولكن المراه من بعد الغزو الصدامي على دوله الكويت كان لها عطاء واضح سواء داخل الكويت او خارج الكويت. عمل المراه متشعب. ان اردت ان اتكلم عن دورها في المجتمع الكويتي فلن انتهي، ولكن ان نجزئ المواضيع هو الافضل وهو الحل السليم. بعد ما حطيت خطه الاعداد اتضح لي ان المراه في كل المجالات ما شاء الله يعني لها دور بارز في دوله الكويت. اذا بتكلم عن يعني دور السياسي او الاجتماعي حتى المدني الحقوقي، ناشدت وتكلمت وطالبت وكان صوتها مسموع اكثر من الرجل. ربما بعض يعني الشباب ما شاء الله عليهم يتكلم بقضايا، ولكن هذه القضايا تكون مكرره ويحاول ان يكون ذات مصلحه شخصيه. اما المراه ان تكلمت فتتكلم بمصلحه الوطن والمصلحه العامه، وقليل اليوم ما نشاهد من يتكلم بالمصلحه العامه ومصلحه الوطن. لذلك قررنا اليوم ان نقف في حلقه خاصه باهل الديره نتكلم عن المراه وعملها في المجتمع المدني الكويتي. ارحب بضيوف الكرام اللي حرصوا على الانضمام اليوم معي في برنامج اهل الديره، الاستاذه منى عبد الرزاق ناشطه في مجال حقوق الانسان وعضو مجموعه 29 حياه الله معنا، وايضا معي الاستاذه اسراء العميري حياه الله معي، عضو في منظمه خط الانساني حياه الله معي في اهل الديره، واخيرا وليس اخرا الاستاذه خديجه اشكراني عضو في جمعيه حقوق الانسان وعضو في جمعيه الصحفيين الكويتيه. بدانا بشكل سريع جدا، وكانت المقدمة هي مقدمة لطيفة خفيفة نتكلم فيها عن موضوع الحلقة. إن أردنا أن نتكلم عن عمل المرأة ربما هناك كثير من الانتقادات، البعض يمتدح والبعض ينتقد، وأنا ودي أوضح الصورة للسادة المشاهدين وخصوصا من يتابعنا من نساء المجتمع. بشكل عام عمل المرأة في المجتمع الكويتي أستاذة منى لتكمل البداية معك، أبي أتكلم عن عملها بشكل عام، شو رأيك فيه؟ هل هو يعني بطريق إلى الأمام ومميز ويتطور، ولا أنه مو راضي عن أدائها؟ المرأة أساساً فرد في المجتمع، وبلا شك عضو فعال في حتى خطة التنمية، ولا يمكن أن تتجاهل أي عضو أو أي فرد يعني يعيش على هذا الوطن. بس أنا بتطرق إلى عملها في المجتمع المدني، وبعدين يمكن نتابع الجزء الآخر من السؤال اللي أنت تطرقت بشكل عام تقييم. وإن كنت أنا يعني لا أرى أن الحين صح نقعد فقط في التقييم. نعم. إحنا اليوم نرى أن المرأة تخطو خطوات ومجتهدة جداً، وبدأت تؤسس ولها بصمة في العمل التطوعي وفي عدة مؤسسات في المجتمع المدني وبكل المجالات أيضاً. أيضاً نعم. في كل المجالات. هل اليوم الطموح ما نطمح له يتناسب مع قدراتنا وإمكانياتنا؟ بلا شك لا، فجوة كبيرة بما تطمح إليه المرأة وإمكانياتها وقدراتها وبين واقعنا. أعتقد أن المرأة لا زالت مهمشة في كثير من الأدوار القيادية، مع أن المرأة الكويتية قادرة على أنها تتحمل المسؤولية واستطاعت أن تثبت من خلال عدة أنشطة اجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني أنها قادرة على أنها يكون لها دور فاعل في حتى خطة التنمية. يعني المرأة قادرة، المرأة قادرة، ولكن للحين الفرصة ما وصلت لها المناسبة اللي أنت وتبونها. لا زالت مهمشة. ما زالت مهمشة. لا زالت مهمشة. هذا هو الرأي يمكن اللي احنا نبي نوصل له، والآراء متعددة، وأنا حاب أوضح يعني من البداية
ان اللي حاب يتصل على برنامج اهل الديره، اللي عنده استفسار يتواصل، اللي بيعلق الارقام عندكم تشوفونها اسفل الشاشه، باب مفتوح للجميع للمشاركه. هذه الارقام قاعد تشوفونها قدامكم. استاذه اسراء، يعني ما زالت المراه مهمشه في المجتمع الكويتي، وجميل انا يعني هذه الكلمه مو احباط، هذه الكلمه تبين ان المراه تريد ان تنافس. فرايك في عمل المراه في المجتمع المدني الكويتي؟ أعتقد أخوي أحمد أن المرأة الكويتية سواء في المجتمع المدني أو في أي يعني حتى في القطاع الحكومي، في المناصب القيادية وغيرها، على أن لا زال النسبة بسيطة لا ترقى للمستوى اللي إحنا نطمح له، لكن أدائها أنا شخصياً راضي عنه. نعم. يعني في جميع القطاعات اللي هي تقلدتها أو وصلت لها، مجتمع مدني أو في المناصب القيادية. هل صحيح هي مهمشة؟ لا، ما أنا ما أقول إنها مهمشة، بالعكس يعني مؤخراً يعطونها بعض الفرص، لكن مثل ما قلت لك مو بالمستوى أو الطموح اللي إحنا يعني نطمح له، لكن مؤخراً أنا شايفة بدت في التفاتة، لكن مو بالقدر المطلوب. إن شاء الله تكون هناك الالتفاتة اللي تبونها. كانت المرأة يعني مهمشة، هذا رأي، فهو من باب أن إحنا حرصنا على أن تصل المرأة إلى المكان المطلوب. وإذا شفت أن المرأة أخذت حقها فهذا شيء جميل، ولكن أيضا الفرص في المستقبل إن شاء الله تكون أكثر. ومن الفرص اللي إحنا دائما نتكلم عليها أن تتبنى الجوانب الحقوقية، تتبنى الجوانب الإنسانية، وتتبنى قضايا إنسانية ما حد يقدر يتبناها، تتبنى قضايا خارج مجلس الأمة، اللي داخل مجلس الأمة يمكن ما قدر يتبناها، بل ووضعت بصمة. ومن القضايا أو من يمكن يعني بعض الاقتراحات اللي طلعوا فيها بعض الخوات ما شاء الله عليهم، كان عندهم آراء كثيرة. أيضا الأستاذة خديجة أشكراني كان عندك اقتراح، وهذا الاقتراح حول الدوائر وتعديل الدوائر، يعني كان عندك مقترح جميل جدا، بل ودراسة كاملة وشاملة حول هذا الموضوع. كلميني عنه. بس أنا قبل لا أدخل في موضوع الدراسة، بس لفت انتباهي كلام أستاذة منى. نعم. واحب انا معها واتفق، واحب اوثق على شغله. تمام. احنا اليوم للاسف ما في مشاركه من الحكومه للمراه في اتخاذ القرار. اذا عملنا عمليه مقارنه راح نشوف الوكلاء المساعدين في الوزارات، لو تشوفين نسبه والتناسب ما بين الذكور والاناث، عندك السلك الدبلوماسي، عندك رؤساء الهيئات الحكوميه، عندك مثلا اذا قلنا اعضاء مجالس اداره، يعني تقول ان المراه اقل؟ لا، هي في بعض الاماكن نسبه ضعيفه، وفي بعض الاماكن بل لا يوجد، يعني معدومه. ممكن تخصصات تكون موجوده؟ لا، هو مو بالعكس، اتكلم على اعطائها الفرصه. نعم. لا يكون يعني الحين كل شخص بهالمنصب، يعني مو قاعد نكشف ملفات التخصص والكفاءه، انت تتكلم عن مبدا تكافؤ الفرص. صحيح. اين هي من مناصب في كل هالقطاعات واللي ذكرتهم الاخت؟ تمام. نرجع لقانون تعديل الدوائر. بالنسبه لدراسه تعديل الدوائر، فعلا انا عملت دراسه في هذا الموضوع ونشرت في جريده القبس يوم تقريبا 14/8. تمام. ما راح اتكلم عن تفاصيل هذه القضيه بشكل عام، اعتقد خلاص احنا يعني نفس ما قالت استاذه منى قبل شوي احنا اكتفينا منها، لكن راح نيل المقترح اللي موجود. من خلال تجربتنا في قضية تعديل أو نظام الدوائر العشر، مرينا في هذه التجربة، في رأيي الشخصي هي الأنسب للوضع الحالي. تمام. ولكن مع إعادة توزيع الموقع الجغرافي، بحيث أن إحنا نضمن عدم تكتل جماعة معينة تتصف بصفة معينة أيا كانت في دائرة واحدة. تمام. بحيث نوصل إلى النائب البرلماني اللي فعلا يمثل الأمة، مع تقليص نظام التصويت من 4 أصوات إلى 2. يمكن في البعض يتساءل ليش مو صوت واحد، إذا إحنا يعني نبي نكون في الجانب الوطني وإن إحنا بنحارب بعض العناصر والمشاكل السلبية، يعني ما بيأدش فيها وتعمق وايد. راح أقول لك إن النظام الصوت الواحد راح يرجع نفس المجموعة، ولكن يعني تغيير تفاوت. على اي اساس اعتمدتي هذه الدراسه هذه؟ يعني شنو كانت الاعتمادات اللي عندك، المقاييس، المعايير اللي عندك؟ احنا عندنا تجربه نظام العشر دوائر القديمه في تاريخ الكويتي. نعم. هي نفس ما هي، لكن كل اللي اني انا سويته ان قلصت من نظام 4 إلى 2 مع تعديل الموقع الجغرافي. وفي زياده على كذي اني انا خذيت نظام الولايات المتحده الامريكيه في موضوع المراجعه الدورية لنظام الدوائر الانتخابية كل 10 سنوات. احنا نظام الدوائر عندنا
يعني ماشي على طول. إنزين عدد السكان قاعد يتغير، صحيح، وكثاء وتغيير الحركة في الدوائر هم قاعد تتغير مستمر، صحيح. إنزين هذه نقطة. النقطة الثانية لابد أن تكون القوة الاقتراعية للناخبين متساوية. مع عطيت بعض المقترحات لنظام الانتخابي، بس طبعا هي مقترحات، لكن في الأول والأخير أنا قاعد أقول أنه هو لابد من تشكيل هيئة متخصصة فنية مستقلة بعيدة عن أي تيار، وأيضا خارج السلطة التشريعية والتنفيذية. تمام. مثلاً على نظام الترشيح، تخيلي إحنا في ذاك الوقت كان قانون نظام الترشيح عندنا إنه يعرف يقرأ ويكتب. تمام. إحنا في اليوم في ظل هالتطور وهالعولمة وهال يعني كارثة إذا لحين هذا القانون موجود في نظام الترشيح. إنزين يعني هذه بنظرة عامة القانون اللي نعم، وفي بعض التعديلات هذا أعتقد المقترح إحنا ما راح نمر عليه مرور الكرام، راح يكون عليه كثير من الأسئلة. نعم. لأن أعتقد أن أساسي أن نتكلم فيه، ولكن حتى لإعطاء كل ذي حق حقه نرجع للأستاذة منى. والأستاذة منى يعني من الجميل أن نتكلم عن المجاميع الطوعية في المجتمع الكويتي، بل هذه المجاميع الطوعية اللي تركت بصمة وكان لها جانب في تعزيز الوحدة الوطنية، وكان لها جانب في إبراز بعض القضايا الإنسانية، يعني مجاميع اللي استمر واللي ما استمر، ولكن المجاميع اللي استمرت كان لها جانب عطائي، جانب إنساني، والتواصل مع الطرف الآخر في قضية أنا أتبنى الطرف الأول والطرف الآخر الذي يعاني. من المجموعات اللي برزت والكل يتكلم عنها اليوم مجموعة 29. مجموعة 29 لاقت الصدى الإعلامي والتفاعل الإنساني والشبابي بشكل يعني كان كبير جدا. ودي أتكلم عن هذه المجموعة بشكل عام، أعطينا فكرة عنها. مجموعة 29 مجموعة تطوعية إنسانية تتكون من 7 سيدات. نهتم ونؤمن بأن الإنسان هو القيمة الأهم في المجتمع، ونؤمن بأن هوية الوطن الإنسانية هي أجمل وأفضل هوية. صحيح. سعينا من خلال عملنا واخترنا أول شيء، إحنا 7 سيدات بس أعدد الاسم: دكتورة ابتهاد الخطيب، دكتورة إقبال العثيمين، دكتورة رنا العبد الرزاق، دكتورة شيخة المحارب، الأخت لمى العثمان، والأخت رنا الخالد، منى العبد الرزاق. 7 سيدات اجتمعنا تحت قناعة واحدة بأن الإنسان هو القيمة الأهم في المجتمع. اليوم مع احترامي لكل الشعارات التي تطرح، احنا ابتعدنا كثيرا عن الاساس. الاساس هو الانسان. صحيح. الانسان هو الذي يفعل القيم الانسانيه، وهو الذي ينهض وينمي هذا المجتمع. اخترنا الماده 29 من الدستور لانها تتكلم عن الكرامه الانسانيه، ونحن نعتقد بان ابتعدنا كثيرا حتى عن احترامنا لقيمه الانسان، وشفنا بعض الانتهاكات وبالتحديد في قضيه اخواننا الكويتيين البدون، عندما بالتحديد شفنا تجاهل لكثير من الحقوق وانتهاكات لحقوقهم في الوقت اللي احنا قاعد ننادي فيه في الديمقراطية والحرية، هناك حريات تقمع. في الوقت اللي نتكلم فيه عن النسيج الاجتماعي نعزل ونقصي فئة هي من أبناء هذا الوطن لمجرد التشكيك بأصول ومن أين أتوا. طيب. لم نعمل في مجموعة 29 نعمل بحس وعي وطني إنساني بأن هذا الوطن عشان يكون أجمل لازم نلتفت للإنسان. طيب يعني هذه بصورة عامة هذه المجموعة، إذا بركز على أبرز أهدافها والأجندة اللي حاطينها، هناك كثير قلت من المجاميع اللي طلعت، ولكن لا تستمر، عمرها قصير جدا. الأجندة اللي عندكم هل هي مستقبلية مستمرة؟ قضايا شكرا على السؤال أخ أحمد. أولا لازم نعرف أن المجتمع المدني في المجتمع الديمقراطي هو يشكل السلطة الرابعة بعد طيب. السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية. إذن إحنا عندنا مسيرة بدأت بسيدات وشخصيات أسسوا عمل تطوعي وبرزوا، وهذه مسؤوليتنا نكمل المسيرة. هي مسيرة. نعم. اليوم لا نحاسب من ظهر ومن اختفى، لكن أسس. أنا اليوم دوري كفرت في هذا المجتمع، أرى أن هناك انتهاكات، أرى أن هناك حقوق متجاهلينها، هدر للطاقات، فئة مظلومة، فأسسنا عمل تطوعي يعتمد على العمل الجماعي. إحنا حاليا 7 فرق. نعم. تخيل بدينا ب7، حاليا تقريبا احنا حوالي 40 شخص. استقطبنا الشباب، اسسنا عمل تطوعي جماعي، ندرب ونؤهل عشان هم اللي يكملون المسيره. شنو نوعية التدريب والتأهيل اللي عندك؟ طبعا عندك نوعين من التدريب. احنا نسوي ورش عمل، ورش عمل ترسخ العمل الجماعي، لانك انت لازم لما تدش في العمل التطوعي الى جانب ان انت عندك الحس الانساني او الحس الوعي بانك انت تبي تساهم في حل القضيه، انت لازم تتقبل الاراء الاخرين. صحيح. اذا عمل جماعي، نتطرق الى بعض القضايا والحقوق، القوانين التي نراها لصالح القضيه، نسوي ورش عمل ونوزع المهام. حاليا احنا 7 فرق،
والشباب اللي معانا أعتقد في عملهم معانا هم راح يكملون مسيرة مجموعة 29. هناك الكثير من القضايا أخ أحمد، لما تتكلم على قضايا حقوقية أكيد راح يجي دور الطفل، المعاق، العمالة الأجنبية، المرأة، لكن اليوم لا نستطيع أن نعطي كل قضية حقها وندعي بأننا قادرين على معالجة كل القضايا. إحنا ركزنا على حملة التعليم حق، وأعتقد الكل عرف عن هذه الحملة وتزامنت مع خروج نتائج الطلبة المتفوقين البدون. نعم. والحمد لله حاليا في عدد كبير منهم راح يقبل خلال هذا العام الجامعي. اليوم نعاني ونحزن أن نشوف أطفال لن تقبل والمدارس على الأبواب بسبب هوية عدم صلاحية الهوية، هذه مشكلة أخرى. نعم، وفي المقابل يعني الدستور الكويتي كفل التعليم، وأنا صحيح. يمكن في الأمس أو التأمس وجهت رسالة إلى وزير التربية، والأمان أنا أيضا ذهبت إلى مكتبه علشان يعني كان عندي كثير من القضايا اللي بوصلها، وقضايا أيضا متعلقة بإخواننا الكويتيين البدون، لأن هناك البعض بس يبي يدرس، ما بي أكثر من دراسة، وما بيك تدرسني في أفضل جامعة، يعني أي جامعة عندك حطني فيها خلنا ندرس. وأعتقد أن حرمان الشاب من حرية يعني التعليم، أنا لما تحرمني من التعليم لا تحاسبني بالغد إن أصبحت مجرم، إن حرمتني تحمل نتيجة الحرمان. هذا يمكن أيضا راح أرجع لها وأتكلم عن هذه الحملة، لأن أعتقد ما المفروض أن نتكلم عن حملة لها كل هذه الأهداف وهذه الأجندة، و يعني نتطرق إلى نقطة أخرى أو محور آخر راح نكمل في مجموعة 29، وبعض النقط اللي ربما الحاب السادة المشاهدين اللي حاب يعلق يقدر يتواصل معنا. ولكن أنتقل الأستاذة إسراء المحامية، يعني ما شاء الله عليك الجانب الحقوقي أنا بركز عليه، ولكن أنا لما رحبت قلت يعني عضو مجلس إدارة منظمة الخط الإنساني، ما هي منظمة الخط الإنساني علشان نبدأ نتكلم عنها؟ منظمة الخط الإنساني هي منظمة يعني تحت التأسيس منظمة مجتمع مدني تعنى بتعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان دون استثناء أو تمييز. تمام. نعنى في التوعية والتدريب وإعداد التقارير الموضوعية، نشر ثقافة التسامح، ما لنا أي توجه ديني أو توجه سياسي، بنعمل بكل موضوعيه. تمام. يعني هذه المنظمه من ابرز القضايا اللي تهتم فيها، يعني ربما تكون مو واضحه للساده المشاهدين، ابرز القضايا اللي تهتمونها واللي باشرته وعمل فيها وكان يعني لكم دور في المساهمه في انجاح بعض القضايا. هو مثل ما قلت لك اخوي احمد، هي تحت التاسيس، لا زالت هي حديثه، يعني تشكل مجلس الاداره في شهر 6 اللي فات. تمام. فهي يعني حقوق الانسان لا تتجزا، نركز على جميع حقوق الإنسان، ندافع عن جميع حقوق الإنسان في جميع المواقع، لكن الأنشطة الأبرز إلى الآن فريق الرصد أو لجنة الرصد في المنظمة، لجنة الرصد عندنا متواجدة في جميع التجمعات وجميع الأحداث، موجودين راصدين ميدانيين موضوعيين، يعدون تقارير يراسلون فيها المنظمات الدولية المعنية، الأمم المتحدة وغيرها. إلى الآن هذا اللي احنا ماشيين فيه، وعندنا أيضا خطط كثيرة إن شاء الله في المستقبل. أستاذة إسراء، لماذا منظمة خط الإنساني؟ والله بصراحة لأننا محتاجينها كثيرا. أعتقد أن ثقافة حقوق الإنسان في الكويت ثقافة إلى حد ما، الثقافة اللي أنا شخصيا أطمح لها لا زالت حديثة، لا زال نحتاج إلى الاطلاع أكثر على الإعلان العالمي وعلى الاتفاقيات وعلى آليات العمل مع المنظمات الدولية، أكرر بدون استثناء أو تمييز. في جمعيات، في منظمات موجودة يؤدون عملهم على أحسن وجه كما يناسبهم، لكن من وجهة نظرنا إحنا نشوف أن إحنا لازم نتقيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان فقط دون الرجوع لأي مرجعيات أخرى. طبعاً النقطة اللي ذكرتها الأخت أسراء موضوع الرصد. نعم. لا نستهين في أن اليوم التقارير الدولية في المجتمع الدولي تنتقد الكثير من الانتهاكات المجتمع لا يعلم عنها، فشكراً لهذا الفريق الذي قاعد يرصد، لأنك أنت حتى في دولة الكويت؟ طبعاً. يعني ولا على مستوى العرب؟ أنا قاعد أتكلم عن الكويت. نعم. لأن فعلياً في تقارير ترسل وهناك ملاحظات تسجل على دولة الكويت. نعم. فأنت اليوم لما تخلق ثقافة وتنشر ثقافة الحس بالحقوق الإنسانية، أعرف أنا متى تبدأ حريتي ومتى تنتهي عندما أتعدى على حقوقي، كيف أدافع عن حقوقي، كيف أطالب فيها. فريق الرصد دور مهم جدا لأنه يرصد انتهاكات بموضوعية صحيح. وتنقل يفترض بشكل تقارير إلى المجتمع الدولي. المجتمع الدولي مو جاي اليوم
يتحامل عليك، هو ينظر إلى هذا الإنسان، هل عالجت مشاكله؟ هل حاولت ترعاه وتراعي مصالحه وتحمي؟ فإذا أنت شلون قاعد توعي المجتمع بثقافة حقوقية وأنت ناسي هالانتهاكات؟ وأنت هذا جزء من التوعية، هي مو مسألة إبراز عيوب. يعني هي مسيرة وطن. مسيرة الوطن لن تكتمل إلا إذا تكاتفنا، وكان يعني هناك تبني لكثير من الجوانب، سواء السياسي، الحقوقي، الاجتماعي. ولكن اليوم حلقة أهل الديرة ستبرز وتبين أن المرأة الكويتية قادرة على المنافسة، وأن هناك كثير من الأحلام والطموحات. راح نروح فاصل صغير ونرجع نتواصل معكم مشاهدينا. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، المستمرين معكم برنامج أهل الديرة والقضية الاجتماعية. اليوم قاعد نتكلم عنها، وأعتقد أن القضية ليست قضية اجتماعية بل هي قضية وطن، لأن المرأة يعني هي وطن صراحة، ومرأة جزء لا يتجزأ من حياتنا، فإذا طلعت المرأة من حياتنا الحياة تنتهي. راضين على الكلام هذا؟ ممتاز. المرأة هي الأساس في الحياة، المهم يطبق، المهم وإحنا نطبقه، إحنا من الناس اللي نطبقه. يعني تكلمنا قبل شوي على مقترح قانون تعديل الدوائر، ولكن وين وصل؟ لا هو وصل لأنه موجود الحين. إيه؟ يعني القضية اليوم، أنا اليوم أقترح، ولكن من هي القضية الحين حولت من الحكومة إلى إيه؟ المحكمة الدستورية. تمام. وتاريخ 25 المحكمة الدستورية راح تبث في القضية يعني. فبعدين شو اللي راح يصير؟ يعني أنا الحين ما بأفتي في المجال القانوني والدستوري. نعم. بس اللي عرفه من خلال اللي سألته، علشان كل واحد يكون صاحب تخصص، ها. نعم. اللي عرفته إنه بعد إذا طعنت المحكمة الدستورية في نظام الخمس دوائر، إذا طعنت ولا طعنت؟ إذا طعنت فيها طعنت. يعني نعم. خلاص إنه ما رح يعني يأخذون في نظام الخمس دوائر، رح نرجع إلى مجلس 2000 طبعاً، نظام 2009 اللي هو 25. تمام. هني في يعني نقول يعني وجهات نظر مختلفة، في من رح يقول إنه يسمح في مرسوم ضرورة. تمام. وفي من يقول إنه يعني طيب نشوف شنو يعني، هذا يحتاج الى يعني لكل حادث حديث. بس انا لحظه في شغله ابي اقول. تفضلي. ما يخاف، انا لازم اي الجانب الانساني والتطوعي عند الاخوات، انا اي للجانب السياسي في موضوع المجاميع الشبابيه، لانها مهمه جدا وخصوصا في الوقت الحالي. الان في الساحه منتشره الحراك الشبابي. تمام. اللي هو يختلف عن المجاميع الشبابية اللي هي تقدم أعمال تطوعية وطنية تبني بلد. الحراك الشبابي اللي موجود الحين إذا كان مشروع ويجي وفق الدستور وتحت مظلة القانون ويؤدي إلى المزيد من الإصلاحات، فهذا هو الحراك الشبابي اللي نحتاجه ومقبول. تمام. لكن إذا كان غير مشروع ويخالف الدستور والقانون، نفس ما هو موجود عندنا ونفس مخرجات اللي صارت في طبعا مجلس 2012 اللي صار في ساحة الإرادة واللي صار في اقتحام مجلس الأمة، فهذا ليس بحراك شبابي، هذا يعتبر عن فوضى سياسية. تمام. يعني قضية الحراك السياسي، أنا أعتقد بأن يعني الحركات الشبابية السياسية هي حقهم، والاعتصامات ايضا حقهم، كفل لهم الدستور ذلك، ولكن بحدود القانون. نعم. انا معك، وكل يرى، كل من يرى ويكون مستقل وليس لتبع لتيار. نعم. سياسي ديني. احنا ما نقدر نجبر الناس، انا ما اقدر اقول حق واحد تعال. لا انا عشان اوصل للشباب ما هو الحراك الشبابي اللي انت تبتنقذ بلد. هناك كل حراك الاجنده خاصه، ولابد انه هو استاذي لازم انه هو ما يستغل. نعم. الشباب، انا اعتقد اليوم شبابنا ما وصل لمرحله استغلال، شبابنا اليوم قادر على ان يفهم، ودام انه رضى يختار هذا الطريق يتحمل. انت اليوم ان اخطات واقتحمت راح يحاسبونك، يتحمل. هم اختفوا خلف الحصانه، منو اللي بياكل غير شبابنا؟ احنا نتكلم عن شباب. واليوم اصبح واضح حق المجتمع الكويتي، حتى اللي يعني اختفى خلف الحصانه اصبح واضح. المجتمع اليوم يشاهد ويراقب عن كثب ماذا يجري. الشجاع يجرؤ ويتكلم ويقول، واللي غير شجاع المجتمع عرفه، واللي قدم استقالته واضح، وطلع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يتكلم، واللي قال بقدم وما قدم أيضا واضح. فالعملية هي عملية واضحة، ولكن أن أجبر شاب على أن يختار حركة سياسية معينة، شاب يختار. إحنا ما نجبر، إحنا نوعي شبابنا.
في الطريق اللي هو مفروض يتخذون. التوعيه مطلوبه، اتفق معك. احنا ما قاعد نقول لهم اختاروا، التوعيه مطلوبه اي، بس ان نوعيهم احنا توعية. لا ينجرفون نعم. في الحماس والدفاع. كيف تاتي التوعيه؟ للامانه تاتي التوعيه من خلال الاعلام، وانا من خلال برنامج اهل الديره. لا ما بيش يعني ترى ما تحب من غير شكر. ثاني استكانه بقول حق الجمهور. احنا من خلال برنامج اهل الديره يعني ايضا ركزنا على جانب الاعتصامات والشباب اللي يروحون الى ساحه الاراده. نعم انت عندك حق سياسي تطالب، ولكن هل هذه المطالبات يعني وفق المعايير الصحيحه؟ هل هناك يعني ولاء وطاعه لحضره صاحب السمو امير البلاد والكلمات اللي كان يطلقها، خصوصا اننا نمر بازمه سياسيه؟ فالمفروض ان اردنا ان نخرج ان يكون هناك خروج مبارك فيه حتى الشباب يتعلم معنى الحركه السياسيه. كثير من الشباب استاذه خديجه، تاكيدا على ما قلتي، كثير من الشباب، عشان اقول اكد لك ان هناك وعي سياسي، كثير من الشباب اللي خرج في السنوات الماضيه في الاعتصامات وكان من ضمن من ذهب الى الاقتحام اتصل على الهواء وقال انا اخطات وندمت. ليش؟ لان اكتشف ان اعضاء مجلس الامه كانوا ياخذونه كشماعه ويستغلونه. وعندما جاء مجلس 2012 المطالب الشبابيه الرئيسيه اللي هي كشف الذمه الماليه ونزاهه القضاء وكذا، هذا اللي نتمناه وضعت في نهايه المطالب. ما يستغل. نعم. بس عفوا اخوي احمد، انا مضطره اني اوضح نقطه، كوني انا موجوده هنا كناشطه حقوقيه. صحيح. وكمهتم في حقوق الانسان. نعم. يعني زميلتي العزيزة وضحت أنها عضوة في جمعية حقوق الإنسان، فإحنا نؤكد كحقوقيين على حق التجمع السلمي ما دام تجمعا سلميا بغض النظر عن الآراء اتفقنا معها أم اختلفنا. هذا حق مكفول دستوريا، مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مكفول في العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت. فالمفروض لهذا السبب أنا دائما أقول لا يجوز الخلط بين حقوق الإنسان والسياسة، لأن السياسة مصالح متبدلة ومتغيرة وحقوق الإنسان ثابتة بخلاف كرامة الإنسان. كرامة الإنسان. فيعني أتمنى يتم تسجيل هذه النقطة، أن حق التجمع السلمي بغض النظر عن الآراء. أنا أختي ماني ضد. نعم. الأستاذة ماني ضد التجمعات والتعبير عن الرأي أو حرية التعبير في أي كانت شنو. نعم. كانت، لكن أنا مع أن إحنا قاعد نمر في أزمة سياسية ولا بد أن نحترم القانون والدستور اللي كفل لنا كثير من الحقوق. الدستور القانون كفل. إيه. أنا التجمع السلمي. نعم. إيه بس اللي قاعد يصير. خلنا أوضح نقطة، كلامكم لربما إحنا نختلف بالآراء، ولكن في النهاية نتفق على حب الوطن، هذا أكيد ما في شك فيه. فراح نرجع ونكمل كل المحاور اللي اتفقون عليها، ولكن أنا أردت أن أتكلم عن هذه الجوانب، الجانب الحقوقي، الجانب السياسي، الجانب العطائي للمرأة، دور الإعلام في إبراز هذه الجوانب. هل قاعد تشوفين اليوم أستاذة منى أن الإعلام قاعد يعطيكم حقكم في إبراز كل القضايا اللي قاعد نتكلم عنها، سواء في المجال السياسي أو حتى التوعية الشبابية أو حتى الجانب الحقوقي وكرامة الإنسان بشكل عام؟ الإعلام كيف يتعامل مع المرأة والقضايا التي تتبناها؟ خلينا نتكلم أول شيء عن الإعلام وتأثيره في نشر الثقافة والتوعية. تمام. هل اليوم الإعلام يؤدي دوره في نشر الثقافة التوعوية المطلوبة لنواجه ونتعامل مع معطيات هذا العصر وهذه الفوضى التي نعيش فيها، وقاعد يهيئنا إلى أن نعالج هذه المشاكل، أم أن الإعلام مساهم وشارك في زيادة الفوضى وفي خلط الأوراق؟ نقطة مهمة. اليوم الإعلام، خلينا من سالفة امرأة أو رجل، اليوم الإعلام لازم يرسخ ثقافة حب العمل. أين هي ثقافة حب العمل؟ عمل مع الإعلام. توعية المجتمع مطلوبة في القضايا والسلبيات، ولكن إثارة الفتن هذه مرفوضة. أثقف المجتمع كيف يتعامل مع مشاكل اليوم وأهيئة لمستقبل. أركز على قصص النجاح، أين هي قصص النجاح؟ أين القياد اليوم الذي أضاف شيء للكويت عشان يطلع بالتلفزيون وأفتخر فيه وأعتز فيه؟ أنتوا نفتخر فيكم ونعتز فيكم. قياديين. تجارب النجاح الشبابية، الكويتي الشاب الذي أسس مشروع ونجح، هذا المفروض هو اللي بالتلفزيون أسمع عنك اليوم. المرأة الشابة، المرأة المتطوعة، المرأة التي تساهم، المرأة التي تعطي. إذا إحنا اليوم نفتقد إلى تسليط الضوء على الإيجابيات ونعشق السلبيات، ونتفاجأ بأن بعض الإعلاميين يكرسون أوقاتهم لإظهار شخصيات تتكلم فقط عن الفساد. إذا نبي وين المعالجات؟ صحيح. وين الحلول؟ وين الطرح الإيجابي؟ وين الدفع تجاه خلق وعي عند هذا الشاب بقيمة العمل؟ اليوم الشاب احترم ينزل إلى الساحة ويعبر عن رأيه، لأن هذا من حقه، وهو يشعر اليوم إن متجاهلينه. بس هل اليوم فقط هذا هو اللي محتاجه الشاب، انه بس يسمعون صوته
ويتلاعبون بمشاعره وأحاسيسه وطموحاته، أم يحتاج إلى شفافية أكثر؟ وإن انطوره وراء تحدي، وراء منافسة، وراء سوق عمل صعب جدا. تمام. أوكي؟ فإحنا في قضايا هامة شبابية لم تطرح، الإعلام لم يتطرق لها. رموز للنجاح نعتز ونفتخر فيها مو قاعد تطلع في الإعلام. ورموز للفساد نشوفها ويعطينا نصائح، احنا ما نبي هذه الرموز مع الأسف صحيح. الشديد يعني. يلعب على عواطف الشباب. البعض يلعب على عواطف الشباب. الإعلام بلا شك يتحمل مسؤولية فيما يحدث في هذه المرحلة. ونتمنى أن نرجع إلى الطريق الصحيح، احنا تهنا. لم كثر ما تهنا وابتعدنا الحين يبي أحد حتى يشاور لنا وين الطريق الصحيح. تمام. نتمنى أن نرى حس وطني نضج وموضوعية في الطرح الإعلامي في هذه الفترة، ونبتعد عن التأزيم وخلق الفتن والصراعات، لا نحتاج ذلك. صحيح، كافي اللي مرينا فيه. Exactly. كافي. كحقوقية وكمحامية تكلمتي عن قضايا حقوق الإنسان، وأول كلمة يعني أو أول شيء تبنيتي في برنامج الديرة كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وبعيدا عن المهاترات التي تحدث في الشارع السياسي، والحقوق الإنسان اللي نتكلم عنها ودور الكويت في تبني مثل هذه القضايا ودي أتكلم عنه أستاذ أسراء. الكويت ملتزمة دوليا بمجموعة اتفاقيات صادقت عليها وانضمت لها، وكذلك ملتزمة قانونيا بموجب النص 70 من الدستور بتطبيق هذه الاتفاقيات والعمل على تنفيذها فور المصادقة. الكويت صادقت على مجموعة لا بأس بها من الاتفاقيات، تحفظت على بعض المواد فيها وفي بعضها لم تتحفظ على أي مواد، لكن بغض النظر تحفظت أم لم تتحفظ، حتى الاتفاقيات التي لم تتحفظ أو البنود لم تتحفظ عليها للأسف أقول أن لم تطبقها جميعها، أو يعني لم ندخل حيز تنفيذ، لم تدخل حيز تنفيذ هذه الاتفاقيات كثير. تعمل الكويت للأمانة على تطبيق كثير من هذه الاتفاقيات وكثير من هذه البنود، لكن ليس أيضا بالمستوى المطلوب أو المطلوب منها دوليا. كذلك أنا أتمنى من الكويت في اتفاقيات الكويت ما صدقت عليها، أنا أجهل السبب، مع أن يعني بالعكس هذه ستصب لمصلحة الكويت، مثل اتفاقية المعاقين للأسف الكويت لم تصادق عليها إلى اليوم. اتفاقية الاختفاء القسري لا زال سجل الكويت نظيف الحمد لله في هذا المجال، أنا أجهل الكويت ليش ما صادقت عليها، بالعكس هذا رح يعطينا سمعة دولية أكبر ورح يعزز حركة حقوق الإنسان في الكويت بشكل أكبر وأجمل. هناك ايضا بعض المواد اللي انا استغرب الكويت ليش ما تسحب تحفظها عليها، خاصه انه يعني سجلها جميل فيها. اتوقع ان الكويت مثل ما قلت تحتاج ان شاء الله الى فتره يعني بتعاون جميع الاطراف الحكوميه والمجتمع المدني ان شاء الله راح ننهض. يعني معقول احنا للحين محتاجين فتره ان احنا يعني نعدل بعض القوانين؟ يعني المفروض ان احنا نكون رواد في القانون وفي حقوق الانسان وفي كثير من القضايا، وربما بعض المجتمعات تنظر الى مجتمعنا بانه رائد في مثل هذه الامور، ولكن هل يعني من اللي ما نعرفه انه فعلا في امور محتاجه لتعديل؟ اخوي احمد الحقوق تنتزع ولا تعطى. انزين وانا مؤمنه تماما ان حقوق الانسان ثقافه نمارسها يوميا، ان يمارسها كل فرد، فشيء طبيعي الثقافه تحتاج الى بعض الوقت علشان تدخل في نظام حياة الفرد اليومية. كذلك أنا ليش أقول لك نحتاج بعض الوقت، لأن للأسف في آلية لا زال غير معمول فيها. الكويت بمجرد مصادقتها على الاتفاقيات الدولية بموجب النص الدستوري تتحول إلى قانون وطني. نعم. إحنا محتاجين في بعض هذه الاتفاقيات أن تصاغ بشكل قانون وطني، بحيث أن قد يكون النص مثلا مفتوح يحتاج بعض التقييد، يحتاج بعض التعديل، يحتاج إلى العقوبة اللي تترتب على هذه المخالفة أو هذا الانتهاك الإنساني. هذا بالتأكيد يحتاج إلى عمل، إلى دراسة، يحتاج إلى بعض الوقت، لكن للأسف إحنا لم نشرع ولم نبدأ إلى الآن في هذه الخطوة. بمجرد ان نبتدي نحتاج بعض الوقت ان شاء الله لنصل لمستويات افضل. نتمنى يعني يكون هناك تحسن في مثل هذه يعني القضايا، لان هي قضايا وطن في النهايه. بالتاكيد. استاذه خديجه، يعني تكلمنا اليوم عن حقوق المراه وعن دور الاعلام وعن الجانب الحقوقي، وحضرتك تبنيتي الجانب السياسي والمقترح اللي قاعد تتكلمين عنه، وان شاء الله يا رب يعني هذا المقترح اذا كان المفروض ان يؤخذ بعين الاعتبار، يعني انا اليوم حطيت دراسه ونشرتها عشان يؤخذ بعين الاعتبار.
ودي أتكلم عن قضية الوحدة الوطنية أو مفهوم الوحدة الوطنية. يعني لك تعليق خاص حول مفهوم الوحدة الوطنية، والبعض ربما يسيء هذا المفهوم. تفضل. نعم. الوحدة الوطنية بشكل عام هي عبارة عن يعني وطن يسكنه الشعب، نكون مشتركين في يعني تاريخ ومصالح ومصير هذا واحد. هذا اللي لكن احنا اليوم يعني نيجي للجانب الاخر. استاذه منى الابتسامه على طول. العلم استاذه منى من بدايه دخولها او العموم يعني الابتسامه تملا الوجوه، وانا اشوفكم ما شاء الله عليكم بشوف هذا تفاؤل. احنا نبغى اشوف فيهم المستقبل، فاستانس اشوف النشاط. يلا ان شاء الله خير. لان انا واستاذه منى اتفقنا على ان احنا نكمل بعض في الناحيه السياسيه والناحيه ان شاء الله تكون الانسانيه والتوعويه من عندها. ننتقل للمفهوم. بالنسبه لي الوحده الوطنيه لازم نعترف ان احنا حاليا الوحده الوطنيه مهدده. تمام. بسبب الاحتقان السياسي، وبسبب مخرجات هذا الاحتقان اللي ادى الى وجود الطائفيه السياسيه. تمام. شنو تعني الطائفيه السياسيه؟ لا تعني اللي هو خلاف جماعه ما على معتقدات دينيه او افكار او توجهات، انما هي تعني للاسف جماعه معينه تتفق الى تقسيم النسيج الكويتي بمسمى نقول العنصريه، ان كانت دينيه او قبليه او غيرها. هذا تعريفي الشخصي. يعني مهددات الوحده الوطنيه عندنا احب يعني انا استشف منها اللي حطيتها الشعور بالظلم والتمييز. تمام. الحكومه اليوم الطالب الشعب الكويتي انه يتمسك في الوحده الوطنيه، الطالبنا ان احنا نحب ونحترم بعض. اذا الحكومه طبقت الماده 7 و8 من الدستور في العدل والمساواه، فاحنا كنا راح نوصل في احسن حالاتنا في الوحده الوطنيه. قانون الجنسية الكويتية ميز الكويتيين إلى درجات، هذا إحساس بحد ذاته بالإهانة. تمام. عدم تطبيق القانون على الجميع هذه ما فيها التمييز. أي تمييز. عدم تعيين الكفاءات في أماكنهم المناسبة. إذا جينا بالنسبة لي أهم أحب أني أضيف قضية الكويتيين البدون وأبناء الكويتيات، هذول ترى داخل الدائرة معانا. تمام. هني في تمييز. من المتسبب في محاولة تمزيق الوحدة الوطنية إذن؟ نشوف، احنا لازم نعترف في شغلة. في شيء اسمه مجلس. نعم. في شيء اسمه حكومة. نعم. وأيضا المواطن. لا نحمل الإعلام. نعم. والإعلام. طبعا، بس احنا في الأساسيات، لا الإعلام، وزارة التربية، الأسرة، كلهم لهم دور. نعم. كلهم لهم دور. وفي شغله بعد، فشلت الحكومه على ان هي تزرع او تخلق في المواطن الموالاه الحقيقيه للوطن، بدل ما هي يعني يوالي طائفه ولا قبيله وغيره. في عندنا بعد النعرات اللي طالعه الحين الجديده، القبليه. نعم. والطائفيه. في عندنا ادوار، نفس ما قالت الاستاذه منى، عندنا ادوار، عندنا دور المجتمع، دور الاسره، المدرسه، في وايد عندنا ادوار، بس في شغله احب اني انا اختصر هذا الكلام كله. الكويت مرت في أزمات عديدة، ماني للغزو، لا قبلها. صحيح. عندنا بناء السور، الهدامة، الطاعون، المعارك اللي مرت فيها، وقدرت الكويت أن توقف صف واحد وتواجه أي أزمة. تمام. ويينا للغزو العراقي وأثبتنا ذلك. وكان أنا بأبسط شيء أعطي مشهدين عن الوحدة الوطنية، أنا بس بقول لك المقبرة الجماعية اللي كان فيها السنة والشيعة وكل الأطياف، وعندنا بيت الجرين. تمام. كذي يعني الرساله اللي احنا يمكن بنوصلها من هذا بختم هذا المحور فيه. اولا، تطبيق قانون الوحده الوطنيه اللي موجود في درج المجلس صار له سنه، وتعمدوا النواب انهم ما يفعلون هذا القانون للوضع الراهن لليوم. تمام. ثاني شغله، لابد انه يكون عند المجتمع الكويتي ثقافه تعايش. احنا في الكويت في السنه والشيعة والحضر والبدو، ولا ننسى بعد في كويتيين المسيحيين. لازم نتقبل بعض علشان نعيش باستقرار وأمن، وعلشان عيالنا والأجيال الجاية يكون مرتاحين. الدين لله والوطن للجميع. شكرا. وحدة وطنية. وحدة وطنية. يعني أنا ودي أتكلم عن هذه الأمور، ودي أعلق عن هذه الأمور، لكن عندنا مداخلة هاتفية من الدكتور
عبد الله الحمادي معنا على الهواء، حياك الله معنا في برنامج اهل الديره. اهلا وسهلا وشكرا للدعوه للمشاركه معاكم. الله يسلمك دكتور، شرفنا المشاركه. يعني لربما تابعت الحلقه منذ البدايه ومنذ الانطلاقه ونحن نتكلم عن دور المراه في المجتمع الكويتي المدني، رايك دكتور؟ نعم. في الحقيقه يعني احنا ودي اتكلم عن جانب بس اللي يخص مجال الخدمه النفسيه او الطب النفسي بشكل اساسي. تمام. وكان لنا صراحه من اول جهود على اساس ان نحمي حقوق المراه من الناحيه النفسيه من الاستقلال وحفظ حقوقها كذلك في الحياه والحريه وحفظ حقوقها في اتخاذ الراي، وهذا يمكن يعني من الاشياء الاساسيه في مجتمعنا المحافظ في حاله اصابه المراه بمرض نفسي واجبارها على المكوث في مكان واحد سواء كان في البيت او وضعها تحت اقامه جبريه وسلب حقوقها، فيجب ان يكون هناك لنا تصور. واحنا اشتغلنا صراحه مع شباب في الجمعيه الكويتيه الدفاع عن حقوق الانسان في محاوله صراحه اصدار قانون احنا نسميه قانون الصحه النفسيه، وقدمناه للمجلس لكن للاسف المجلس ما كان مستقر خلال السنوات السابقه فما استطعنا ان يعني نتقدم فيه ونقره، ولكن هذا القانون ليش ما استطعت دكتور؟ ليش ما استطعت تقديمه؟ شنو كانت الاشكاليه في تقديمه؟ صراحه لكن ما كان على الاجنده لان المجلس ما كان مستقر خلال السنوات، يعني كل مجلس كان ما يقعد سنتين او سنه ونص سنتين. كان في اجنده عندهم، حطوا الاجنده واضحه ولكن صحيح لكن مشوا بعض القضايا. موضع هذا القانون موضع خلينا نقول في الاجنده لكي يقر، لان في قوانين طبعا اولى من هالشيء. الهدف من هذا القانون في خصوص المراه صراحه هو حفظها من الاستقلال، حفظ حقوقها الاساسيه، وكذلك حفظ حقوقها في اتخاذ الراي. يعني هي اذا بلغت سن معين واحنا قلنا 21 سنه ما يجوز لولي الامر يجبرها على مثلا اقامه جبريه او على صحيح يودعها في مستشفى ويخليها لسنوات عديدة جدا. فخلق هذا التوازن بين الفرد اللي هو يملك هذا الحق وكذلك أن نحمي المجتمع من شرور بعض الأفراد حتى لو كانت امرأة ولا كان عندها أي مشاكل من أنها على المجتمع. فبالتالي هذا هو كان الأساس أنه في حفظ أن الإنسان ممكن يصاب بالمرض ولكن من حق المريض هذا بالإضافة للرعاية النفسية انه يعيش في البيئه اللي هو يبيها قدر المستطاع، ولا نحرمه من اتخاذ القرار. نعم. ولا نحرمه من حريته. واضح. هذا هو الاساس كان لب القانون او روح القانون. نعم واضح دكتور، كل شكر لك والتوفيق على المشاركه معنا في برنامج اهل الديره، وتكلم عن الجانب الحقوقي محاميتنا يعني والمراه والقوانين المتعلقه بالمراه، وان كان بيقدم قانون المجلس الامه ولكن الاجنده الظاهر التي وضعت ما وضع فيها القانون. ودي اتكلم عن دور المراه في تبني يعني القضايا الحقوقيه. اليوم المراه بدات تتبنى قضايا حقوقيه، تطالب يعني العدل والمساواه وكرامه الانسان. قبل ربما ما كنا نشوف بعض المجتمعات يفتقد هذه الميزه، فاعتقد ان هذه الرساله هي رساله المفروض ان نركز عليها بشكل ايجابي. فتفضلي تكلم معنا. اولا انا احيي الدكتور عبد الله الحمادي، صراحه هو شخصيه جدا رائعه، تولى اداره مستشفى الطب النفسي حديثا، وانا اتوسم خير كثيرا في هذا الرجل. نعم. وبتطور ملف الصحه النفسيه بالكويت على ايده باذن الله. باذن الله. بالنسبه لمشروع او قانون الصحه النفسيه اللي تكلم عنه، انا كنت مع اللجنه اللي شكلت في الاعمال التحضيريه واضطريتني انسحب بعدين لظروف الدراسه، وهم كملوا شاكرين وعدوا قانون رائع جدا، لكن للاسف انعرض في نهايه اعمال مجلس 2009. فكان في مشروع جاد لتبني الأمانة، لكن حل المجلس وبعدين دخلنا في انتخابات جديدة وفي معمعة جديدة، لكن نتوسم خيرا الحين بوصول الدكتور عبد الله الحمادي إلى إدارة المستشفى أن يتم إقرار هذا القانون بإذن الله. نعم. بالنسبة لدور المرأة في القضايا الحقوقية، أنا أشوف يعني للأمانة في الفترة الأخيرة كان للمرأة الكويتية دور رائع وجميل جدا في مجال الحقوقي بغض النظر عن النتائج اللي احنا وصلنا لها. يعني على سبيل الذكر حصل هناك سيدة مها البرجس، صحيح. هناك مجموعة 29 يعني جهودهم مشكورة واضحة. أيضا أذكر الشيخة أوراد يابر الأحمد،
جهود رائعة وجميلة في مجال حقوق غير محددين الجنسية أو ملف غير محددين الجنسية. هناك مريم شاف، فجر الحمود من الرصد الميداني. أنا أشوف أن في مجموعة جميلة قاعد تسعى، وإن شاء الله راح تخلق نقلة نوعية قريبا جدا. هل المرأة قادرة على تحمل ملفات الحقوقية في المجتمع الكويتي؟ جدا جدا، من واقع اللي أنا شفته جدا جدا يعني. بس أنا ما أحب أقول أن المرأة لوحدها، المرأة والرجل سواء، إيد بإيد إن شاء الله بإذن الله راح يوصلون لنتائج جدا جميلة ومبهرة في ملف حقوق الإنسان. نحتاج شوية جهد وشوية وقت. إن شاء الله وقت موجود والجهد أيضا إن شاء الله يا رب يكون موجود، ولكن أردنا أن نتكلم عن جهود. فجهود الشباب جبارة ما شاء الله عليهم، والمجاميع الطوعية اللي طلعت في الفترة الأخيرة أو في الآونة الأخيرة ما خرجت إلا لأن تصرخ. واليوم الشاب بدأ يعاني، وسواء على الجانب السياسي أو حتى الحقوقي أو حتى بشكل عام القضايا المجتمعية. أبي أتكلم عن المجاميع التطوعية. المجاميع التطوعية أو ثقافة العمل التطوعي بحد ذاتها هي مساهمة بلا شك وجهد ذاتي قاعد تصدر من الشباب لمعالجة قضايا. بس خلينا نتوقف هنا. ما فائدة عمل بلا نتائج وبلا إنجازات؟ وما فائدة عمل يطلق شعارات لا غير قادرين على تنفيذها؟ أنا مو قاعدة أنتقد لمجرد النقد، لا، إحنا نبي نطلع ونتحرك من دائرة الشعارات. أنا أنتمي لجيل أخ أحمد كنا في تحية ساحة العلم ننهيها بصوت عالي: تحيا الأمة العربية. هذا الشعار أعتقد لم يعد مطبق. إذا نحن نطلق شعارات إما أنها أكبر بكثير من إمكانياتنا في التطبيق، أو أننا غير قادرين فعلا على فهم ماذا نحتاج. هل اليوم نحتاج شعارات أم نحتاج إلى عمل؟ هل اليوم نحتاج إلى ثقافة تقدر قيمة العمل وتطور وتنتج وتنجز، ولا فقط نتبادل اتهامات ونلوم بعض؟ وإذا أنت اليوم دشيت معاك في نقاش لازم واحد فينا يطلع غلطان، لازم واحد زعلان، ولازم واحد زعلان. فأنا اللي أقصده العمل التطوعي الشبابي نحييه، نعم، وندعمه، والأمل في الشباب. دوره في تبني القضايا الشبابية، هل تعتقدين؟ بالضبط. إذا اليوم خلي تكون قضايا واضحة وليست شعارات، ونضع خطة عمل كيف اليوم تتحرك من هذه المشكلة إلى مرحلة الإنجاز. نعم، ليست شعارات. أنا يمكن عندي كثير من يعني الرسائل الخاصة توصلني على تويتر، ومن الرسائل الخاصة اللي وصلتني على تويتر شيء متعلق بالشعارات. لماذا 29؟ ليش اسم هذه المجموعة 29؟ مهم أن نعرف اسم مجموعتكم، لماذا أطلق عليها هذا الاسم. ولكن خروف فاصل صغير طبعا. نرجع نتواصل. رجعنا مشاهدينا بعد فاصل، مستمر معكم في برنامج أهل الديرة، وقاعد أكتب حملة 29 والمجاميع التطوعية. ولكن لماذا 29؟ كثير من الأسئلة عندي على الخاص في التويتر، وما شاء الله الشباب تفاعلهم جدا جميل، والإشادة وصلت من كل الشباب. واللي حاب أيضا أنه يتصل على الهواء، الأرقام قاعد تشوفونها أسفل الشاشة. ودائما ما نشجع الشباب على إبداء الرأي. يا جماعة في برنامج أهل الديرة حاب تعبر، اتصل عبر. ليش الاعتصامات والحرة والصراخ؟ اولا تفاعل مع الاعلام وتعامل مع الاعلام، واعتقد ان الاعلام يوصل الرساله بالشكل المطلوب، لان احنا الحين محتاجين ان نهدئ الشباب ونحتوي الشباب. وان شاء الله يا رب اي واحد من الشباب حاب يتواصل معنا ويطلع معنا يقدر، لان هذا برنامج اهل الديره هو جزء لكم، والشباب له دور في ابراز كثير من القضايا. وللامانه تكلمنا عن قضيه الاعتصام مع كثير من الشباب اليوم عندنا، وكثير من الشباب اتصلوا وتفاعلوا مع ابرز القضايا وقضايا الساحه. شكرا. الماي وصل استاذه، تفضل اشرب الماء. لا تشرب مع عشان لا مو مشكله. تمام. نجاوب على بس موضوع 29. موضوع 29 واكمال نقطه المجامع الطوعيه. طبعا احنا متفقين في ان الدستور الكويتي في كل نصوصه وديباشته يرسخ قيمه الفرد، قيمه الانسان، ويشكل يعني هو حجر الاساس في موضوع طرحه للعداله الانسانيه. اخترنا الماده 29 من الدستور، والتي تتكلم عن ان الجميع متساوين في الكرامه الانسانيه، لا فرق بينهم بسبب اصل او جنس او دين. شفنا هذا الرقم وهذه الماده ترمز وفيها عمق إنساني وفلسفي عميق، فاخترناها كتسمية للمجموعة بحكم أن إحنا اهتمامنا الفرد
والإنسان، واخترنا أن يكون شعارنا هو هوية وطن. تمام. مثل ما وضحت، لأننا نؤمن بأن الإنسانية هي أجمل هوية لهذا الوطن. تمام، إذا هي من الدستور الكويتي. بالضبط، مادة 29 من الدستور. تمام، نرجع إلى قضية يعني القضية الحقوقية. أنا أعتقد المفروض أن نكون حلقات ونناقش كثير من القضايا، والجانب الحقوقي جانب متشعب، ولكن نقطة مهمة جدا والكل اليوم يتكلم عنها، ونبض الشارع وين ما نروح أو أي محامي نشوفه نمسكه ويقول أنا متبني قضايا حقوقية، تعال، في نقطة مهمة جدا، القضايا التي وضعت الكويت في القائمة السوداء، ودي أتكلم عن هذه الجزئية. أول شيء أخوي أحمد، ما في شيء اسمه قائمة سوداء، هذا مصطلح شعبي يعني. تمام. أوكي، لكن في بعض القضايا اللي للأسف قد لا تفيد سمعة البلد في الخارج. طبعا على رأس هذه القضايا واللي أنا لمستها حقيقة مع المنظمات الدولية، قضية غير محددي الجنسية بالكويت التي لا زالت غير محسومة إلى اليوم. هي المترأسة. تليها طبعا قضية العمالة المنزلية والعمالة السائبة في الشوارع. نعم. عندنا أيضا يليها ملف المرأة. نعم. في الكويت، يعني ملف المرأة الأمانة، يعني ملف المرأة شلون؟ يعني واضحة قضية العمالة المنزلية والعمالة السائبة وقضية الأخوة الكويتيين المدنيين، لكن موقع المرأة. موقع المرأة في الدولة، كون الكويت مصادقة على اتفاقية سيدا واللي هي مناهضة كافة أشكال تمييز ضد المرأة، فشيء طبيعي أن يكون في تركيز يعني أو تفعيل، أي تركيز من المجتمع الدولي على هذه الدول اللي مصادقة على هذه الاتفاقية تحديدا يعني. تمام. فملف المرأة صراحة أنا اللي تلمست مع المنظمات الدولية أيضا يلقى اهتمام كبير. عندنا ملفين طفوا على الساحة مؤخرا في الكويت، هو ملف حرية التعبير وملف حرية المعتقد. نعم. أعتقد أنها ملفات بدأت تأخذ منحنى لا يسرنا نحن كناشطين حقوق إنسان. طيب، هذه القضايا احنا اليوم نتكلم، وضعت ربما الكويت حول دائرة شكوك للمتتبع لحقوق الإنسان. كيف تعامل الكويت مع هذه القضايا؟ يعني أنا لما يكون عندي بعض التعليقات علي أو بعض الانتقادات علي، أحاول أن أعدلها وأحاول أن أسلك المسار الصحيح. هذا الطبيعي. ولكن كيف من متى هذه القضايا موجودة أول شيء؟ عالقة منذ زمن. كيف تعاملت الكويت معها، وما هي يعني الخطة اللي المفروض أن يتم التعامل معها؟ بشكل عام الكويت تعتبر مصادقة على اتفاقيات كثير تنظم هذه الأمور باستثناء العمالة المنزلية. العمالة المنزلية الكويت ما قربت لا من قريب ولا من بعيد لأي موضوع يتناولهم. صح. سواء اتفاقية العمالة المنزلية وهي اتفاقية حديثة تابعة لمنظمة العمل الدولية، أو كقانون، احنا لازلنا نفتخر لقانون ينظم العمالة المنزلية في الكويت. ايضا للاسف العمالة المنزلية مستثناة حتى من قانون العمل الجديد اللي صدر في 2010. فالعمالة المنزلية يعني عندنا قصة كبيرة، قصة شائكة. تعامل الكويت دوليا صدقت على اتفاقيات، لكن احنا ننتظر ترجمتها على ارض الواقع. الكويت في حركة يعني تذبذب، يعني مثلا انشأت جهاز معالجة اوضاع البدون، ما شفنا نتائج، ننتظر نتائج إلى اليوم. بالنسبة لوضع المرأة، تعالج من جهات وترجع خطوات، يعني مثلا أعطت المرأة حق سياسي. الحق السياسي، لكن للأسف لم تعمل الحكومة وأيضا المجتمع المدني، يجب أن يعملون بخط متوازي على تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع. المرأة مسؤولة، أنا شخصيا ما شفنا المرأة لوحدها مسؤولة، هذه مسؤولية مجتمع كامل. لأن أن تعطي الدولة الفرصة للمرأة لأن تكون وزيرة، والآن تكون يعني عضو في مجلس الأمة، هي طبعا بمبادرة من الشعب أو بترجيح من الشعب. طيب بعد أفضل من كذي؟ أوكي، التشكيل الوزاري قبل هذا هل كان في امرأة، حتى لو امرأة واحدة قبل هذا؟ ما أعتقد. لا، ما كان فيه. طيب. أنا بس عندي تعقيب على الأخت إسراء، لأن أتفق معها. اليوم لما توضع المجتمع الدولي يضع ملاحظات على دولة الكويت، يعني إحنا اليوم مو جايين نحرج دولة، بدنا نشوف الأفضل والأحسن. صحيح. لكن أنا أستغرب من فريق يذهب إلى الأمم المتحدة بكلام منمق ليخفي واقع مشوه. فإذا هني أنا أسأل، هذا الفريق دوره غلط. الجهاز الذي يفترض أن يعالج المشاكل، إحنا اليوم تدري تقريبا مضت من المدة الزمنية سنتين، هو كان طالب 5 سنوات، فإحنا كنا نتكلم على تقريبا 40% من إجمالي المدة. صحيح. إجمالي المدة، إحنا الحين صنفنا البشر، تم تصنيف البشر ببطاقات ملونة وقيود أمنية معارفين قصتها، وتعقدت المشكلة وملف التعليم على سبيل المثال. الحين اتصل علي شخص حرم أولاده من استكمال دراستهم، 7 أطفال،
لأن هوية الأب غير صالحة. إذا أنت تحول الطفل إلى بائع في الشارع بسبب هوية الأب. إذا أين 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 الحس الإنساني في تعاطينا مع هذا الطفل وتعاملنا؟ وين معالجاتنا؟ وين معالجاتنا؟ إحنا نبي حلول. هذا الطفل مو المفروض مكانه في الشارع قاعد يبيع لي بين السيارات. أين التنمية إذا أنا بحول الأمية والجهل بهالطريقة وهذا الإحباط والتوظيف؟ الحين عندنا مشكلة أخرى، يتخرجون ما يتوظفون. إذا أنا اليوم حتى ما ساهمت بإني أسمح للشخص إنه يكفل لأسرته حياة كريمة، إذا أين هي الكرامة الإنسانية؟ الأخت إسراء كلامها صحيح، إحنا اليوم نصدق على معاهدات لكن للأسف لا تفعل. إذا ما هي قيمة هذه المعاهدات؟ إذا تسمحوا لي في نقطة ضرورية أثيرت أكثر من مرة سواء اليوم أو في السابق لازم أنوه عنها. لما يقولون أن في إحراجات يقوم بها المجتمع الدولي المجتمع المدني للكويت في الخارج، الكويت لما تصادق على هذه الاتفاقيات وتصادق على هذه المعاهدات، هذه أصلا تنص هذه المعاهدات طبيعة عملها هي آليات تعاقدية في الأمم المتحدة. المجتمع المدني لازم يقدم تقارير، تقارير الظل، تقارير موازية للتقرير الحكومي. فهي بالعكس الكويت هي اللي برغبتها صادقت على هذه الأمور، فما في أي تعارض أبدا، بالعكس هذا راح يظهر للمجتمع الدولي أن هناك مجتمع مدني نشيط عامل يتحرك داخل الكويت. بالعكس أنا أشوف هذه ظاهرة صحية جدا. صحيح، أتمنى أنها تستمر إن شاء الله يا رب. أتمنى أن تستمر. وكلامكم هو كلام واقع وهو كلام مجتمع، والبعض يعتقد بأن إحنا ما عندنا قضايا والكويت لا تحمل قضايا، ولكن قضايانا الإنسانية العالقة منذ سنوات طويلة المفروض أن نهتم فيها، المفروض أن نتبناها، المفروض أن نصرخ حتى تصل إلى كل العالم. أبي أرجع وأتكلم عن لغة الحوار في المجتمع الكويتي. قبل شوي تكلمتي عن يعني النعرة السياسية والشباب والبعض يحاول أن يتكسب من الشباب ويلعب العواطف الشباب، والشباب محتاج توعية سياسية، ولكن أردت أن أتحدث عن لغة الحوار يعني في المجتمع. شلون تشوفينها بشكل يعني عام؟ صراحة يجع الجرح. لأن أنا جاية وقاعد أشوف التصريحات، يعني أنا عارفة أن احنا وصلنا إلى بالفترة الأخيرة إلى مرحلة يعني صعبة من انحدار في مستوى الحوار مع احترامي لكم. لكن اللي قريته يعني كان شيء صعب جداً. ما لنا ذنب احنا كشعب ان نسمع هذه اللغه وهذه المصطلحات. نعم، في الظاهره الاخيره في الكويت انتشرت عندنا ظاهره جديده سلبيه وهو الانحدار في مستوى الحوار بسبب البيئه الاجتماعيه الجديده اللي خلقها للاسف بعض النواب في الخطابات العاطفيه المشوشه اللي نتج عنها ثقافه سائده اللي هي الطائفيه السياسيه اللي تكلمنا عنها قبل شوي، نتج عنها شيء يسمى بالإسلام السياسي، ظاهرة الإسلام السياسي اللي هو يخاطب الناس البسطاء العاديين خطاب يثير فيهم الغريزة الدينية ويصير عندهم هذه عرفت النعرات، وهم ناس بسطاء يعني ما يفقهون شيء شنو وراء الخطاب هذا. أيضا في عندنا عدم من الأسباب أيضا لانحدار مستوى الحوار عندنا عدم احترام الرأي الآخر، وفقدنا بعض الأخلاقيات اللي اكتسبناها من ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا اللي هو احترام الصغير للكبير وعطف الكبير للصغير، التسامح، الحب، الولاء، الانتماء، ترى هذه كلها موجودة في الدين وفي العادات. صحيح، ولكن في قضايا سياسية محتاجة أن احنا نؤججها نتكلم فيها. تعالوا يا جماعة ليش أنا عندي حق سياسي، قضية سياسية بتكلم فيها. إذا أنا ما تبنيت هذه القضية السياسية وخرجت على الملأ وتكلمت أمام العالم بجرأة وبصوت واضح، يعني يا جماعة صوت الحق المفروض يعني يكون عالي. أي حق؟ صوت الحق. هل أول صوت أني أنا أرفع صوتي يعني؟ على سبيل المثال قضية الإخوة الكويتيين بدون، ما المفروض أن تكون بصوت عالي؟ لا أنا ما قلت أنه ما يكون صوتهم عالي، بس كانوا ماسكين لافتات سلمية تعبر عن ما في داخلهم بأدب. صحيح. بذوق، باحترام للقانون والقضاء. يعني هي قاعدة تفرق ما بين إبراز القضية بشكل حضاري. حرية الرأي، أطلع يعني في ساحة الإرادة وأستخدم مصطلحات أو حتى في الجرائد أو في تويتر أو في التواصل الاجتماعي مصطلحات للأسف رديئة، أستخدم حوار في ارتفاع يعني لا تدري. أنا بقول لكم شغلة، في المجتمعات الغربية عشان يحترمون الرأي المطالبين بالإصلاح السياسي، تدري ايش يقولون شعارهم؟ وايد عجبني، لفت انتباهي، يقول لك
نعم اختلف معك، لكن مستعد اني انا اموت بس اني انا يعني احافظ على رايك او اتمسك في رايك واستمع له. تمام. احنا شنو اللي وصلنا له؟ يعني شيء غريب. حريه التعبير، نعم في ديننا الاسلامي لك الحق في التعبير، ولكن تحت ضوابط. لا حريه في نشر الفساد او الفتنه. كذلك حقوق في الدستور الكويتي كفل لك حريه التعبير، ولكن ايضا تحت ضوابط قانونيه واخلاقيه. تجي تستخدم لغه التخوين والتشكيك اللي من غير ادله. صحيح. والصوت العالي والمصطلحات. صحيح. صحيح. لا يعني هذا كله مرفوض. فلغه الحوار للاسف تدنت، لكن ارجع واقول احنا عندنا دين جميل جدا ورائع، لازم نرجع له. عندنا ثقافه كويتيه عاليه ايضا لازم نرجع لها، ونتعامل مع حريه التعبير والراي بطريقه ارقى من كذا. صح، واضح الراي اللي قاعد تتكلم عنه، ويمكن الرساله المطلوب ان نوصلها اتمنى ان تكون واصله للساده المشاهدين بالشكل الصحيح. عندما بدانا الحوار قلتي اعتقد او ارى او اؤمن، بل صادقتي على ان المراه مهمشه في المجتمع الكويتي. ما المطلوب لتعزيز دورها؟ الدور مطلوب من الفئتين. المرأة فرد تبي تبرز من خلال عملها وتسمح بأن المجتمع يثق فيها. اليوم المرأة تهاجم المرأة، أعتقد. نعم. إحنا شفنا بعض الممارسات الغريبة في أثناء فترة الانتخابات. المرأة لا تتعاطف مع المرأة، فهذا يعني شيء حتى يعني مزعج. إذا إحنا محتاجين نرتب صفوفنا وفعلاً نشتغل لنثبت بأن نحن على استعداد في تحملنا للمسؤولية. هذا دور المرأة، وترتيب الصفوف هذا مطلوب. المجتمع لازم يثق فيها ولازم يمنحها هذه الفرصة، لأن هي تشكل يعني نصف المجتمع، فبالتالي لازم الثقة فيها وإعطائها الفرصة. وخل تخطئ، خل تخطئ، هو ليس المشكلة في الخطأ ما دمنا نعمل. بالعكس هو العزل والإقصاء، أنت قاعد تأخرها، فانت قاعد حتى تمنعها من انها تدخل هذا المجال وتتطور فيه وتبرز فيه وتسهم فيه. فمطلوب اذا المعادله عشان تكون مضبوطه، المراه فعلا تاكد دورها وقوتها وامكانياتها وترسخ قيمه عملها، المجتمع يعطيها هذا الدعم. نطلع هذا من قطاع الغيره وقصص النجاح، واذا شفنا احد ناجح ندور له الغلطه، يخليه يغلط. مين قال ان هو منو قال انه مو المفروض نغلط؟ يعني انا ما يخالف تسمحوا لي، يعني أنا جاي من بوارد بشرية والقطاع الخاص. إحنا اليوم لا نقيم الخطأ، نقيم الإنجاز. أنا مستغربة ليه نمسك الغلطة ونقعد نتكلم في الأخطاء وننسى مسيرة من العمل والإنجازات. أعطوها فرصة وخل تتعلم من أخطائها، وهي مو امرأة، هي المرأة. صحيح. أوكي، فإحنا نبي نطلع من هذا الدائرة اللي فقط نلوم بعض ونتهم بعض ونشكك في بعض ولا نثق في بعض. يبقى خلنا نشجع بعض ونصحح عمل بعض، وحتى لو اختلفنا الاختلاف شيء صحي إذا عرفنا شلون نتعاطى معه بشكل موضوعي وبشكل يعني حضاري. أتفق مع الأخت، يعني وصلنا لمرحلة بس نبي نتهم بعض. أي شيء لازم أتهمك وأطلعك أنت الحين محرج، ليش؟ لأن رأيك غير عن رأيي. صحيح. فإذا هي ليست فقط قضية امرأة، هي قضية مجتمع بأكمله. هي لغة حوار ما ذكرت أستاذة خديجة، وإعطاء فرص وتكافؤ الفرص. صحيح. اليوم لازلنا نشعر بأن الكفاءات تحارب بغض النظر امرأة أو رجل، ونشعر بأن الشباب قاعد يواجه مشكلة كبيرة في أنه يصل. نرى الكثير من المسؤولين على الكرسي 30-40 سنة خايف يغادر هذا المقعد أو خايف يغادر هذا المنصب. هذا حرام، هذا حرام بحق هذيل الشباب، بحق الأجيال القادمة. نحتاج فكر جديد، نحتاج طرح جديد، أسلوب عمل متطور، لغة عصرية تتناسب مع تحديات هذا العصر. فهي ليست مشكلة امرأة بروحها. صح. أنا ودي أقول حق كل مسؤول قاعد على كرسي 30-40 سنة، ليش ما يتخيل هذا الكرسي هو كرسي صالون، تقعد في فترة وتغادر ويغير. احنا ما نبي نجرح الكل، لكن انا اليوم اقول مسؤول مو قادر حتى ان يتطور. اكلم المسؤول، عندك ايميل؟ ما عنده ايميل. انت شلون قاعد تتعامل مع قضايا العصر والتكنولوجي؟ فاحنا لا نقلل من شأنه، لكن افسح المجال، عط هالجيل القادم، وهذا الجيل القادم عيالك وعيالنا. يعني احنا تكلمنا يمكن بحلقة اللي طافت عن حقيقة الحكومة الالكترونية وكيف نستطيع أن نطور الكويت والحكومة الإلكترونية، وكان عندنا كثير من الآراء، وكان معنا أيضا دكاترة ومهندسين حول هذا الموضوع، وإن شاء الله عندهم بعض الخطوات وبعض الإجراءات وبعض القوانين المقترحة لربما تعدل من هذا المسار. ولكن حقيقة المجاميع لا تنتهي، والمجاميع اللي نتكلم عنها على كل المستويات، السياسي، الأكاديمي،
التربوي منتشرة في المجتمع الكويتي، ولكن أن يكون هناك مجاميع حقوقية هذا هو يعني شيء جميل، أن يتكلم في الجانب الحقوقي ويتبنى كثير من القضايا اللي البعض بدأ يتناسها. نشرب القهوة ونرجع نتكلم عن الجانب الحقوقي لهذه المجاميع. تفضل. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل المستمر معكم في برنامج أهل الديرة، ويمكن سمعتوا آراء ما شاء الله عليهم الشابات اللي عندنا وآراءهم سياسية واجتماعية وحقوقية، وكانت هي آراء وعين الصواب أن نتكلم بالواقع يعني من الجانبين، ما حد تبنى جهة وكان محافظ على رأيه ومصر على رأيه وتحج على رأيه، كان هناك محاولة إيصال رسالة وتوعية ودور المرأة في المجتمع الكويتي. نرجع إلى قضية الجانب الحقوقي، أبي أتكلم بشكل سريع جدا لأن الوقت يداهمنا، غلطان اللي تحدى الوقت، انا ما انصح احد يتحدى الوقت لان الوقت دائما ما ينتصر في النهايه. صحيح. نتكلم بشكل سريع جدا عن المجاميع الحقوقيه وعن دور الكويت في يعني تعديل بعض القوانين المتعلقه بالجانب الحقوقي. بدايه مثل ما سبق وذكرنا في هذه الحلقه، ظهرت مجاميع مؤخرا، انا اشوفها مجاميع جميله قاعد تخطو خطوات جميله، اتمنى انها تتطور واتمنى لها التوفيق. وإن كنت بصراحة أنا طموحي الشخصي أن نشوف تخصصية في العمل الحقوقي، يعني في الخارج ما عندنا نشوف مثلا جمعية حقوق إنسان أو منظمة حقوق إنسان، قمنا نشوف مثلا جمعية دفاع عن حقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق المرأة، جمعية مناهضة العنصرية، تخصص في العمل. طبعا مع التأكيد على أن حقوق الإنسان كل متكامل لا يتجزأ، لكن التخصص جميل وراح يعطي نتائج أفضل، فهذا أنا اللي أتمنى أشوفه قريبا. بالنسبة أحمد حق دور الكويت أو شنو التشريعات أو اللي ممكن تتخذها، أنا قاعد أشوف أن أولا صمام الأمان الأساسي لحقوق الإنسان، يعني الأول هو القضاء، فأنا أؤكد وأطالب على وجوب العمل على استقلالية القضاء. متى ما استقل القضاء أنا هني أرتاح أن أنا راح أنجز وراح أتطور في مجال حقوق الإنسان. كذلك تأهيل أعضاء السلطة القضائية، سواء تثقيفهم من ناحية الاتفاقيات، من ناحية مفاهيم حقوق الإنسان وغيره وغيره وغيره، هذا أعتقد فعلا إحنا بحاجة للكويت. نعم. أيضا إحنا نحتاج إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل وفق مبادئ باريس. هي هذه إحدى التوصيات. صحيح. إحدى التوصيات صحيح، هذه إحدى توصيات الأمم المتحدة للكويت. نتمنى إنشاء هذه المؤسسة الوطنية. أيضا هناك دعوة إلى دولة الكويت أنها تصادق على مزيد من الاتفاقيات، إلى أنها ترفع التحفظات عن المواد اللي هي صادقت عليها. أيضا هناك دعوة أتمنى أنها تلقى صدى، هي تشريع قوانين متخصصة في حقوق الإنسان مثل تجريم التمييز العنصري والتمييز على أساس المعتقد والتمييز على أساس الجنس، تجريم العنف الأسري، نحتاج لقانون لتنظيم العمالة المنزلية، نحتاج لقانون الصحة النفسية اللي تكلم عنه الدكتور عبد الله الحمادي. هناك يعني حزمة قوانين، أنا أتمنى أن يكون في تنسيق بين الحكومة وبين المجتمع المدني وبين السلطة التشريعية لإقرارها، وهذا يعني أهم عامل راح يساعد في تحقيق هذا الشيء هو إنشاء المؤسسة الوطنية. لذلك أنا أكدت على ضرورة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نعم. في بعض يعني المقترحات اللي تكلمتي عنها جاءت من المطالب الشبابية في الاعتصامات وهي استقلالية القضاء ووضعت في الأجندة، ولكن الصدمة اللي كانت اللي صدمت الشباب، طلعوا الشباب للساحة الإرادة وكان في اعتصام، وأصبح الاعتصام وطالبوا وأعضاء مجلس الأمة لعبوا على هذه المشاعر، تكسبوا من وراء الشباب وصلوا حق الهدف اللي يبونه أعضاء مجلس الأمة، وضعت الأجندة. أليس من المفترض أن تكون مطالب الشبابية هي أول مطالب، لأن إحنا اللي كنا سبب في أن نخرج إلى الشارع ونتبنى ونتكلم، ولكن للأسف تفاجأ الشباب بأن مطالبهم الشبابية وضعت في الأخير. لو كان 48 49 50 50 مثلا مقترح، كان رقم 50 هو استقلالية القضاء، 48 كشف الذمة المالية، يعني كانت هناك صدمة من قبل الشباب. وضعت هذه المطالب ولكن كانت في آخر المطالب، وأعتقد تم تقديم المصالح الشخصية على كثير من الأمور.
أرجع وأتكلم عن المرأة وعملها السياسي. ما هو المطلوب من المرأة حتى تتمكن من العمل السياسي وفق المعيار الصحيح، حتى لا تفقد الثقة بينها وبين المرأة؟ يعني أنا اليوم لما أبي أسأل أي امرأة في المجتمع الكويتي، هل هناك ثقة بينك وبين المرشحة أو عضو مجلس الأمة إن كانت امرأة؟ ما نبي نقول إيه أو لا، ولكن كيف أستطيع أن أكسب الثقة وأن أحافظ على الثقة بيني وبينها؟ بخصوص موضوع المرأة في المجال السياسي، أنا أعتقد أن كون أن هي خبرتها قليلة في الحياة البرلمانية فعفي عليها لهذا يعني الإمكانية والعطاء اللي عندها. ولكن المشكلة هي أن ما زال في عندنا ثقافة المجتمع اللي تجعلنا شوية في عندنا جزئية من الخجل وعدم يعني الثقة المفروض أن تكون موجودة أكثر. هي ثقافة مجتمع بس مو أكثر، ولكن هي بالعكس لها دور وموقف إيجابي. شنو محتاجة المرأة اليوم؟ محتاجة ثقة من الحكومة والمجلس والمجتمع، الثلاث الدعائم هذه محتاجة ثقة منهم، إعطائها فرصة، قيموا أداء نفس ما قالت قبل شوي أستاذة منى. أوكي يعني عطوها تقييم لأدائها، ولكن لا تعملون أدائها اللي هو الإنجاز، لكن هم شو اللي قاعد يصير؟ عملية مقارنة ما بينها وبين النائب اللي صار له 50 سنة في البرلمان، هي توها داشة الحياة البرلمانية. الثقافة الذكورية اللي هو أن المرأة لا تصلح إلى الحياة السياسية والبرلمانية، لا، هذا خلاص انتهى. المرأة اليوم قادرة في كل مكان ومجال تثبت قدرتها ودورها. تمام. أيضا دور الإعلام، الإعلام الحكومي لابد، طبعا يا ريت بعد الخاص، بس أنا خلينا على الإعلام الحكومي، ونتمنى الخاص يتبنى، لأن هذه الحين قضية وطن. نفس يتبنى شنو بالضبط؟ يتبنى هذه القضية لقضية المرأة. طيب احنا اليوم متبنى لا، في الحين أقول لك شنو اللي داخل الموضوع. نعم. الشق الأهم أن أهو يتم عملية توعية للمجتمع بدور وأهمية المرأة داخل البرلمان، بحيث أن هي لها دعم وقدرة في التشريعات الاجتماعية، وأيضا هي راح تقضي على عارف التوجه الانتخابي القائم على أساس طائفي وعنصري وغيره. المرأة ما عندها هذا التوجه، الناس صار عندهم يحبون الصوت العالي، يحبون استخدام الكلمات الغريبة. نعم. المرأة ما عندها هذا الصوت والعنف في تأجيج المشاعر. اي نعم، ما عندها، هي يعني هي ماخذة الجانب العملي والعطاء، مو صاحبة شعارات. هذه مشكلة المرأة اللي صارت في الحياة السياسية بالفترة الأخيرة، وعلى فكرة الحكومة هي سبب تراجع المرأة في العمل السياسي. توافقين على الجملة الأخيرة بأن الحكومة هي السبب في تراجع المرأة السياسية أو حتى في المجتمع؟ لا، لا نحمل المسؤولية دائما على الحكومة، يعني خلينا نطلع دائما من دائرة اللوم. نعم. لأن احنا قبل شوي اتفقنا أنه هو دور يتطلب من المرأة جهد لتثبت قدراتها وإمكانياتها. المجتمع ما صدقت الحكومة أن هي ما دخلت في البرلمان كانت سعيدة، حتى ما حطت وحدة في التشكيل الوزاري. هذا أبسط شيء عشان أقول لك أن الحكومة هي غلطانة، لأن المجتمع قاعد يهاجمها، والحكومة المفروض مسؤولية مشتركة. يعني مسؤولية مشتركة. إحنا اليوم نعيش تناقضات كبيرة، صح، لأن نتكلم بشيء ونطلع بشعارات جميلة لكن على أرض الواقع ليست موجودة. نعم. أوكي، هذا التناقض لو أساساً هو هذا التناقض بحد ذاته إشارة إلى وجود خلل وضعف، لأن اليوم الإنسان الواضح مش مضطر يتكلم بشيء ويمارس شيء آخر. صح. إحنا ننزل نتكلم بالديمقراطية وذكرنا في حقوق تنتهك. صح. أوكي، نتكلم عن النسيج الاجتماعي والعنصرية تنخر. صح. فينا نتكلم على مبدأ تكافؤ الفرص ونحارب الكفاءات. صحيح. نتكلم على التنمية وهناك هدر للطاقات. إذن إحنا لازم نتوقف مع أنفسنا ونشوف ما هذه حالة الفوضى، وليش نتكلم بشيء لا يطبق. المرأة قاعدة تدفع ثمن أنها هي في مجتمع الحين يعيش حالة فوضى، محتاجة وقت، محتاجة جهد، محتاجة الشباب الواعي الناضج، محتاجة حس وطني، محتاجة رؤية، محتاجة عمل من أجل هذا الوطن. ونضع التصور، نحتاج وطن جميل، نحن نستحق هذا الوطن أنه يكون أجمل، والوطن يستحق أنه يكون جميل. تم تشويها لمصالح ومن قبل أفراد. اليوم الوعي هو الحل الوحيد للبدء في الإصلاح. تمام. كلامكم في النهاية يعني أن نحاول أن نثبت للمجتمع بأن هناك كثير من الأمور اللي إحنا المفروض أن نلتفت إليها، واليوم المرأة بدأت تتكلم بصوت واضح
ودائما ما يتسم بان صوت المراه بعيد عن المغالاه والعلو وتاجيج المشاعر، صوت الحكمه. ومن يحاول ان يقلل عطاء المراه في المجتمع الكويتي فهذا يبتعد عن العقلانيه، وواضح ان المراه لها بصمه. استاذه اسراء، بشكل سريع جدا كلمه اخيره حابه توجهها من خلال برنامج اهل الديره. اشكركم طبعا على هذا اللقاء وعلى الاهتمام والالتفات لقضايا المراه، واتمنى ان نشهد مستقبلا تركيز اكبر، لان مثل ما قلنا احنا محتاجين توعيه وتثقيف في مجال حقوق الانسان عموما والمراه خصوصا. نعم، شكرا لك. استاذه خديجه، كلمه اخيره في نهايه الحديث. طبعا اشكركم واشكرك انت بالاخص على البرنامج الحلو. انتوا اصحاب مكان، اصحاب الله مكان. الله يخليك. وطبعا استاذه منى واستاذه اسراء، استاذه اسراء استمتعت معاهم، لكن احب اوصل رساله من هذا اللقاء للشعب. طبعا اتمنى ان نتمسك بالوحده الوطنيه، نتمسك في ثوابت الوطنيه اللي احنا ربينا عليها، متمسكين في النظام، نحترم الدستور، نحترم القضاء، نحترم القانون. الكويت باقيه، واحنا ترى يعني في عندنا اجيال جايه، فكل شكر لكم. يعطيك العافيه. استاذه منى، كلمه اخيره توجهينها في ختام. شكرا لك اخ احمد، شكرا للقناه، وشكرا للخوات، وبس التفاته الى الانسان، لانه هو اللي راح يصنع هذا التغيير. ونبتعد عن الشعارات، نحتاج الى تفعيل حقيقي لما نؤمن به ونحلم به. يعطيكم العافيه على التواصل معنا في برنامج اهل الديره. الاستاذه منى عبد الرزاق ناشطه في مجال حقوق الانسان وعضو مجموعه 29، واستاذه اسراء العميري المحاميه وعضو مجلس اداره منظمه الخط الانساني، والاستاذه خديجه اشكناني عضو في جمعيه حقوق الانسان وعضو في جمعيه الصحفيين الكويتيه. يعني تكلمنا منذ البدايه والانطلاقه عن دور المراه في المجتمع الكويتي المدني، دورها في الجانب الاجتماعي الحقوقي وايضا السياسي. يعني تكلمنا كثيرا، واتمنى ان المراه تثبت في المرحله القادمه بان الدور عليها، وان المسؤوليه لا تقع فقط على الرجل، ان المسؤوليه عليها اكبر من المسؤوليه التي تقع على الرجل. هذه حلقتنا من برنامج اهل الديره اليوم، نشوفكم بحلقات جديده الاسبوع المقبل، مع السلامه.